انطلقت فعاليات الصالون الوطني المتخصص لدعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية والحرف في طبعته التاسعة بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران. هاد الصالونات جينيرالمون هو تحفيز للحرفي، خاطش كاين حرفيين تلقاهم في لي زاتولي تاعهم يخدموا لو برودوي تاعهم، عندهم ان سافوار فير، عندهم ان دون، هذاك لو دون تاعهم يديروه يخدموه في الورشه تاعهم. صافي من جهه التسويق ما كانش، في اللي قال لهم دي صالون دي اكسبوزيسيون دي ايفينمون هكا تاع الارتيزانا. وشجع من هذه الصالونات ان شاء الله تكون عبر القطر الوطني الحرف كلها ابداع ومواهب جميله ما شاء الله. هذه التظاهرة عرفت حضورا قويا للعارضين المشاركين من مختلف ولايات الوطن بهدف التعريف بقدرات الصناعة التقليدية ودورها في إنعاش حركية الاقتصاد الوطني. اليوم جينا يعني شاركوا في معرض بالصناعة التقليدية يعني بالحلي التقليدي والنحاس والجلد وما أشبه ذلك، يعني بعروض تقليدية بصفة عامة في الصناعة التقليدية. نحن متواجدون بالصناعة التقليدية، متواجدون بحرفينا من خلال إظهار وإبراز الموروث الثقافي أو موروث الذاكرة الجزائرية من خلال كل منتوجات وأنواع منتوجات الصناعة التقليدية المتواجدة على الجزائر بصفة عامة. نحتضن إن شاء الله تظاهرة كأس إفريقيا للمحليين في جونفي، واليوم يعني في هذا المعرض هذا كذلك يعني الصناعات الحرفية حاضرة وبقوة، المشاركة يعني نتاع العديد يعني من المشاركين من شرق البلاد ومن غربها من الوسط ومن الشمال ومن الجنوب، ونظن باللي باش يعني الكل متفق على أن المشاركة نتاع عام كذلك ستكون كبيرة في بطولة الإفريقية القادمة إن شاء الله، والحضور نتاع عام سيكون كذلك قوي وقوي جدا. مثل هكذا فعاليات تعد فضاء لترويج وتسويق المنتجات التقليدية من خلال ترقية الصناعة والنهوض بها نظرا للطلب المتزايد عليها.